يطيب لمركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث أن يعقد حلقته النقاشية لهذا الشهر تحت عنوان الأمن الفكري والعولمة الثقافية بين الانفتاح اللامحدود والانغلاق المطلق. الأمن الفكري في أبسط تعاريفه هو شعور الفرد والجماعة بحماية المنظومة الفكرية والاطمئنان في ممارستها، ويعرف أيضا على أنه حماية عقل الإنسان وفكره ومبتكراته ومعارفه ومنتجاته ووجهات نظره وحرية رأيه من أي مؤثر، سواء من قبل الشخص نفسه أو من قبل الغير. يستخدم مفهوم العولمة لوصف كل العمليات التي تكتسب العلاقات الاجتماعية نوعا من عدم الفصل، أي سقوط الحدود وتلاشي المسافة، حيث تجري الحياة في العالم كمكان واحد، ومن ثم فالعلاقات الاجتماعية التي لا تحصى عددا أصبحت أكثر اتصالا وأكثر تنظيما على أساس تزايد سرعة ومعدل تفاعل البشر وتأثرهم ببعضهم البعض. وفي الواقع يعبر مصطلح العولمة عن تطورين هامين هما التحديث والاعتماد المتبادل. أما العولمة الثقافية، مدار هذه الحلقة النقاشية، فهي تعني محاولة مجتمع ما تعميم نموذجه الثقافي على المجتمعات الأخرى من خلال التأثير على المفاهيم الحضارية والقيم الثقافية والأنماط السلوكية لأفراد هذه المجتمعات بوسائل سياسية مختلفة وتقنيات متعددة. تبني العولمة يؤدي إلى تحطيم القيم والهويات التقليدية للثقافات الوطنية والترويج للقيم الاستهلاكية، ويمكن تلخيص آثار الثقافة المعولمة على هويتنا الثقافية الإسلامية والعربية فيما يلي: أولاً، التبادل اللامتكافئ بين العناصر الثقافية. اثنياً، الغزو الثقافي. 3، التبعية الثقافية. 4، الإمبريالية الثقافية، والتي تشير إلى الثقافة المسيطرة من خلال ما تمارسه الثقافة المتقدمة من هيمنة على الثقافات المتخلفة والتابعة. 5، التسمم الثقافي، ويتم من خلال نفي الدور الإسلامي والعربي ومحو الشخصية الثقافية للمسلمين والعرب عن طريق التشكيك بقيمة الثقافة الإسلامية والعربية وإبراز وجهها السلبي، وإحياء الثقافات الغربية لكسر وجودنا الثقافي وإبراز أزمة الهوية الثقافية. في هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف الأستاذ المساعد الدكتور أحمد عبد الحسين الزيرجاوي، رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية في جامعة كربلاء. أهلا وسهلا دكتور. الأمن الفكري والعولمة الثقافية، قطبان يكاد يكون نقيضان مع بعضهما البعض. انعكاساتهما تكمن بين أن أنفتح أو أنغلق، بين الكلوز والأوبن مايند. هذه الجدلية سنتناولها إن شاء الله بشيء من التفصيل في هذه الحلقة النقاشية. لابد أن نعرج أولاً حول مفهوم الأمن الفكري. ماذا نقصد في الأمن الفكري؟ هنالك أمن نفسي
وهنالك أمن قومي وهنالك أمن فكري. الأمن القومي ليس من اختصاصنا بل لأهل الاختصاص في ذلك، والأمن النفسي ما يختص بالحالة النفسية للفرد وما يشعر بأمان من جانب نفسي. لكن الانعطاف الأساسية هي تكمن بالأمن الفكري، والذي نقصد فيه حالة من الإطمئنان الفرد على أفكاره ومعتقداته وقيمه. هل هو مهدد بها؟ هل مهدد أن تزال هذه المنظومة القيمية اللي يمتلكها نتيجة ما يقدم لديه من مغريات؟ من هي هذه المغريات؟ العولمة الثقافية. فنحن أمام منعطف هذا ما بين أن أحافظ على منظومتي القيمية بما يحمله مفهوم الأمن الفكري، وما بين أن أما أنفتح أو أنغلق. دعونا ندخل بشيء من التفصيل فيما يخص الأمن الفكري من حيث الإشارة إلى بعض التعريفات. فهنالك من يراه على أنه سلامة فكر الفرد من الانحراف والخروج عن الوسطية. سلامة فكر الفرد منين؟ من الانحراف أو الخروج. إذن الحالة الطبيعية ما هي؟ هي الوسطية. فهنا تهديد الأمن الفكري هو خروجي من حالة الوسطية. لاحظوا، أرجع أقول ماذا؟ الوسطية اللي أكد عليها القرآن الكريم أولا، وسيرة الرسول ثانيا، والأئمة سلام الله عليهم ورجال الدين بكافة ألقابهم، التأكيد على جانب الوسطية. تعريف آخر إشارة للأمن الفكري على أنه حالة الإطمئنان على أصول وثوابت الفرد من قيم ومبادئ. هسه اختلف عن التعريف الأول لو نفسيته إشارة إليه. هذا شي يعطينا أخوتي، يعني نلخص من حيث مفهوم الأمن الفكري، هو إحساسي بأن أفكاري ومبادئي وقيمي هي في مأمن وليست مهددة. زين، السؤال يطرح نفسه، هل نحن قادرين على أن نطرح أفكارنا بجرأة أمام المجتمع؟ هذا سؤال مهم. أم هنالك تهديد على أمن الفكري؟ يقيناً أن نحن نتخوف بعض الأمور، ما نطرح كل أفكار. ليش ما نطرح بعض الأفكار؟ لأن هنالك رأي آخر معارض وقد يكون ذو سلطة، وبالتالي أخاف على نفسي فأعمل قد يكون بمبدأ التقية إذا كنت متشرع إسلامي، أو بالحفاظ على نفسي كجانب إنساني. فهذا هذا الأمن الفكري بما أحمل أنا وإحساسي بحالتي الفكرية واطمئناني على منظومتي القيمية، انفتح الآن هذا الباب. فإذا بي الموبايل، الانترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، مأكلي، ملبسي، تقنيات الحديثة، كلها مظاهر من مظاهر العولمة. وشنو كنا احنا حالنا قبل السقوط؟ أمانة نحن مجتمع منغلق قبل السقوط، بدلالة كلو أكو واحد عنده ستلايت قبل السقوط؟ ما نمتلك هذا. إذن ما نعرف ما الذي يحدث في الكون في العالم أجمع، فقط قناة أو قناتين محددة لنا. في لحظة فتح هذا الباب على مصراعيه، وإذا بكل ما موجود من ثقافة من تقنيات تدخل على هذا البلد وعلى شبابه تحديدا، لأن الحديث الشباب هم عماد الدين أو عماد المستقبل وعماد المجتمع. كيف يتلقف هذا الشاب هاي التقنية الحديثة؟ بالله عليك لو كنت عطشان إلى درجة شديدة، أتراك تتجرع الماء هكذا أم تلتهم والتهاما؟ منطقيا التهم والتهام، لكن سبحان الله لاحظ، يعني في العرف الصحراوي يقول لك إذا كنت عطشان لا تشرب الماء مباشر بكثرة، يؤثر على ماذا؟ البصر. لاحظ إحنا هذا راح أوظفه في جانبنا، هذا المثل الصحراوي راح أمثله هنا بأن انفتاحنا على الخبرات بطريقة مفاجئة ولد كثير من الانتكاسات لدى مجتمعنا.
وما المشاكل اللي تحصل بالبلد الآن من حالات طلاق بسبب موبايل، إلا سبب استخدام سوء الموبايل، بمعنى استخدام هذه التقنية، بمعنى هاي التقنية هي مظهر من مظاهر من العولمة الثقافية. يعني شو يريد يقول لأبو العولمة أو من نظر في العولمة؟ قال بأن هو أجعل العالم ضمن قرية واحدة، أو مصطلح آخر كوني. لاحظ شلون؟ أما أجعله كوني أو شي يكون ذو قرية واحدة. يعني الحدود الفاصلة بينه وبين فرنسا ثقافياً تلغي، بينه وبين الإسكيمو تلغي، لكن الحدود البشرية موجودة، الحدود المكانية موجودة لما موجودة الجغرافية موجودة، لكن الحدود الثقافية موجودة بدلالة. احنا نتباوع عن مسلسلات المدبلجة باستمرار، اكو فد فاصل قال لي الا فيزا يلا تشوف هذا البرنامج. اذا دخل لي انا البرنامج المدبلج او المسلسل المدبلج، دخل لي الى بيت، وهذا البيت قد ما متحصن فكريا، وبالتالي الفتاة أو الشاب الشاهد بعض المظاهر المحرمة أو اللقطات المحرمة اللي ما نعرف عنها أصلاً وما داخلة بدماغنا، اللي هي زنا المحارم نستبعدها، فإذا نشاهدها بالمسلسلات، إذا انتقلت هاي الفكرة وين؟ إلى هذا المجتمع، إلى هذا البيت، وعدم وجود ثقافة، ما محصن فكرياً، الابن والبنت ما محصنة فكرياً، وبالتالي راح يتقمص هذه الفكرة. كم واحد من أبنائنا جاء أطفال سماه مهند وميس وبعد شنو؟ ها؟ نور أو نور؟ مقلادات انصنعت باسم نور ومهند؟ ما هاي التيشيرتات بصراحة؟ ما التيشيرتات هاي المكتوب عليها كليتها أجنبي ونشتريها، والبعض نشتريها وما نعرف ايش مكتوب عليها، أحيانا ديشتمونا وبس ما ندري بيها، سبحان الله. ارجع اقول هل هذا جانب سلبي؟ هاي التقنيات اللي وصلتنا، والان هذه الشاشه العفو الكاميرا اللي تنقل ربما هذا اللقاء الى مكان اخر، هل هذا جانب سلبي؟ هل موبايل الان هو جانب سلبي؟ هل التقنيه اللي نمتلكها هي جانب سلبي ام ايجابيه؟ ارجع اقول كل شيء له حدان، فيه السلب وفيه الايجاب. إنا هديناه أما شاكرا أو كفورا. حبيبي يمك أنا انطيتك يا هاي التقنية، أنت تستعملها بالخير استعملها، تستعملها بالشر استعملها، أنت وعقلك. أرجع أنت ومنه؟ أنت وأمنك الفكري. فإذا كان لديك أمن فكري عالي فراح تستخدم العولمة الثقافية في جانب إيجابي وبالتالي توظف. أما إذا كان أمنك الفكري ضعيف أصلا ومو رصين، فالعولمة الثقافية ستدخل دارك وعقلك وتصهرك. وما الأمثلة الموجودة في مجتمعنا حقيقة لبعض الأفراد المتمظهرين بالعولمة؟ ما هم إلا فاقدين شخصية، مقلدين تماماً للعولمة الثقافية. تدرون البيتزا هي ضمن العولمة الثقافية؟ الهمبرجر ضمن العولمة الثقافية؟ بيبسي كولا ضمن العولمة الثقافية؟ هاي كلها المشروبات كلها عولمة ثقافية. المسلمين عموما البعض من عندهم تزمت فكان ضمن الانغلاق المطلق اتجاه من؟ اتجاه العولمة الثقافي، فقال كل ما يأتي من الغرب حرام، والأفضل لنا أن نقفل أبوابنا وشبابكنا. إذا نرجع الأساسية اللي هي شنو؟ الوسطية أو الاعتدالية. أحبتي تدرون الخيمة اللي يوقفها منو؟ الوتد. وين يصير الوتد؟ بالوسط. ما تقوم خيمة، ما يقوم بيت إلا بوجود وتد، وهو لابد أن يكون بالنص، أهم يروح يمنى ويسرى، لأن البناء ما راح يكون تمام، لازم يكون بالوسط. فالوسطية حقيقة في كل شيء،
في الأمور الاقتصادية، في الأمور السياسية، في الأمور الاجتماعية، في الأمور المادية، في الأمور النفسية، هي حالة إيجابية. فلا تطرف ولا انفتاح مطلق، بمعنى لا انغلاق ولا ماذا، انفتاح لا محدود، لأن هذه العملية شو تؤدي؟ قطبين متناقضين. فالحقيقة اللي حبيت أنا أركز فيه عليها في هذه الحلقة النقاشية، بأن نحن أمام تهديد علينا أن نوعي شبابنا، لابد أن نبين العوامل السلبية أو المظاهر السلبية للعولمة الثقافية. كيف أبينها إذا ما محصن ابني؟ ليس من الصحيح أن أقول له بابا الإنترنت مو زين اتركه، مو صحيح. الإنترنت فرض عليك، هذا الجانب هو اللي لابد أن نأكد عليه، ما نغلق أبوابنا، لابد أن نبين لأبنائنا أو نحصن أبنائنا بالمنظومة القيمية لمجتمعنا، لأن مجتمعنا عنده أعراف، عنده تقاليد المقبولة. أرجع أقول تقاليد والأعراف المقبولة، لأن أكو أعراف هي أصلاً مو شائعة، بعض الأعراف هي مو شائعة فيها. جنابكم الكريم قد تعرفون فيها، يعني ما يطلق عليه عشائرياً النهوة ينهى عليه، هذه ما مقبولة اجتماعياً، مش عشائرياً ما مقبولة، لكن يسموه عرف. هل هو مقبول؟ ما مقبول فيه. فمو كل شيء هو اجتماعي قد يكون مقبولا، وإن كان عرفا مو بالضرورة يكون مقبول. العملية التحصين أبدأ بأسرتي أولا، لابد أن أتابع ابني وبنتي إيش دي يشاهدون. من الخطأ الجسيم أن أترك ابني وبنتي بوحدة أمام التلفاز أو أمام الإنترنت، لكن أعتقد بل أجزم بذلك إني تركت التربية، تربية ابني، أخليت سبيلي منها وخليت التلفزيون أو الإنترنت ويربي. هذا معناه تركته وطلعت، رحت نمت، رحت ويا جماعتي ويا أصدقائي. فإذا بنتي أو ابني المراهق مباشر بالتلفزيون يقلب بالقنوات اللي يريدها أو بالإنترنت الصفحات أو المواقع اللي يريدها، وين أنت كمربي؟ شنو دورك؟ انت من تركت هذا الفراغ مالتك، تركته وملاه الانترنت او التلفزيون، ما راح يستمع لك ابنك. وانا اكد لك كتخصص نفسي اكد لك ما راح يستمع لك. ليش؟ لانه هو يتاثر بالشخصيه الموجوده اللي هي الانترنت او التلفزيون، وتاثر باحد الشخصيات، انت ما كنت موجود فما تاثر بك. فهنا راح يكون إجابته وفق الشخصية اللي تأثر فيها، مو وفق شخصيتك، لأن أنت كنت ما حاضر ذيك اللحظة. فهنا القصور بعوائلنا، بأولياء أمورنا، المفروض فيهم أن يعطي دور كبير لصقل الفرد وتعزيز المنظومة القيمية الأخلاقية عند الأبن، وذيك الساعة من أحصن أتركه. هذا اللي أختم به حديثي، بأن نحتاج أن نقعد مع أبنائنا، مع أطفالنا، خليهم يتأثرون بشخصياتنا قبل ما يتأثر بشخصية بالإنترنت. بعد ما حصنا أقول له وين ما تروح روح، أي مكان روح لي، ما خاف عليك لأن أنا ربيتك. شكرا للدكتور أحمد عبد الحسين زيرجاوي لهذه الأفكار الكثيرة التي طرحها. ونبدأ كما تعودنا في كل حلقة نقاشية استقبال التعقيبات والملاحظات أو الأسئلة التي يطرحها الحضور. طرحت نقطة بأنه القدرة على طرح الأفكار بجرأة على المجتمع، يعني هذه يعني ترتبط بالختام اللي ذكرته، بأنه الحرية، لازم أنه نوفر الأجواء الحرية المناسبة مثلا داخل الأسرة. فهذه يعني احنا شلون نقدر ننميها الآن مجتمعنا، يعني بس غير الأسرة، يعني هسه المدرسة مثلا، حتى الجامعات، نفس هاي المؤسسات التعليمية هي نفسها ما موفرة مثلا نسبة من الحرية لا للطالب ولا للتلميذ بأنه يبدي رأيه. مثلا أن تكون مثلا جلسات بين الطالب والأستاذ، أنه يكون أنه يجوز هذا الشيء مفتقده يجوز بأسرته، ممكن هذا هم راح يضيف له شيء، وأكيد يضيف له شيء، يعني هاي يستفادون من عندها. ممكن أنه تكون مثلا ك
تكون احد التوصيات انه تدعو مثلا الى انه تكون كمنهج يدرس، يعني شلون كان عندنا مثلا قبل يسموها التربيه الاخلاقيه مثلا، هذه لحد الان يعني احنا بالعراق او مثلا حتى بالكثير من الدول العربيه والاسلاميه ما تهتم بهذا الموضوع، في حين نجد انه دول مثلا شرق اسيا تهتم كثيرا بهاي المواضيع، يعني قضيه التنشئه النفسيه والتنشئه الاخلاقيه وحتى اللغويه، يعني مهارة الفرد انه يصقلوها من هو عمره 3 سنوات يدخل في هاي المؤسسات التعليمية، يعني مو شرط انه الاسرة نفسها تكون هي تصنع منه كشخص ذا قيمة بالمجتمع، المؤسسة التعليمية لها التأثير الاكبر عليهم. يعني هاي البعض منها اللي ذكرته. كذلك دكتور انه قضية الـ الاصوات اللي نشوفها نسمعها الان عند كثير من الدول خاصة المسلمين منهم، لأنه يدعون إلى مواجهة العولمة الثقافية ورفضها بالكامل وتكفيره، بنفس الوقت تشوفهم هم يستفادون من هذه التكنولوجيا ويستثمروها أيضا بالاستثمار السلبي، يعني مو بالاستثمار الإيجابي. يعني دا نشوف إحنا مثلا هاي الحركات المتطرفة اللي ظهرت يعني عندنا وما أكثرها، يعني خاصة بالشرق الأوسط، يعني قاعد تستفاد مثلا من قضية الإعلام بشكل عام، إعلام وبقدرات وكفاءة عالية جدا، ويصورون بأنه قضية التشويه الإنسانية والنفس الإنسانية شنو ممكن أنه ترتكب من جرائم، ويصورها كأنه حتى أفلام هوليود مرات تعجز عن هذا الشيء، فهم يستثمروها بالعكس العالم الثقافي وبجانب سلبي شديد. يعني دكتور آخر شيء ذكرت بالخاتمة مالتك، الحل شنو الحل؟ بأنه إحنا لازم الأبوين هم اللي يتبنون فقرة التربية في سبيل التنشئة صحيحة. دكتور هنا إذا فقد الشيء لا يعطيه، يعني هو إذا الأب هو أصلاً فاقد للتربية فكيف هو يعطي التربية؟ وبالنسبة للعولمة الثقافية اللي حسب ما أصور أكثر ما يعاني من عنده هو بس يعني العراق بشكل مركز. وأخيراً كيف نستطيع أن نحقق الأمن الفكري في العراق؟ المؤسسات التعليمية ضمن مناهجها أكو مواد تشير إلى هذا الجانب، جانب الحريات أو جانب الإيجابي. طبيعة الحال هذه نوع الدراسة، نوع الدراسة إلها دور بأن تضمن هكذا مواد أو لا، يعني طبيعة الدراسة نفسها. لكن عموما من خلال معرفتي بالتعليم العالي، كل انواع الدراسات بالعراق كافه بكل الكليات السنه الاولى هي مفتوحه، يعني ليست تخصصيه، عامه. فمثل ما تتضمن الحقوق والعربيه والانجليزيه والحاسبات، ممكن ان تتضمن جانب اللي هو التربية الأخلاقية، ممكن أن تتضمن. لكن أستاذ محمد، أنا حقيقة مع جانب قد أغيرك الرأي، نحن لا نحتاج إلى كتاب يعلمنا كيف هي الأخلاق وكيف كان حقيقة، لأن من خلال التجربة لاحظنا بأن المادة عندما تكون مادة ويمتحن فيها طالب وإن كانت هي عملية لا يحبها ولا يطبقها، لكن إذا كانت بالأساس هي عملية بدلالة حقوق الإنسان هسه دا يدرسون حقوق الإنسان دا ندرسها ويمتحنها الطلاب، صح لو لا؟ بس يطلع برا تشاجر مع صديقه، تجاوز على صديقه، لعد وين حقوق الإنسان؟ مو هسه قريتها، هسه امتحنت بيها. لو تحولت إلى جانب عملي، هذا يتحول كليتها إلى جوانب عملية تطبيقية أفضل ما أعطيها إلى جانب نظري. بمعنى آخر، أتفق معك أن تكون هنالك برامج عملية، برامج عملية في الكليات. الجانب الآخر أشرت إلى الحريات، وهذا أخطر موضوع صراحة. راح أكون صريح، إحنا أمام ماذا؟ أمام شيخ كبير وأمام شاب يافع،
سلم الحياة هالشكل، تلقى شيخ وتلقى شاب وتلقى طفل طبيعي. لكن العناصر الأساسية لاستقرار البيت هي قائمة على اثنين، ما بين الجد وما بين ابن الابن، لأن هذا المستقبل يمثل، والجد هو التراث، هو الموروث الشعبي. فأمام هذا المنعطفين، الجد أو الشيخ الكبير وصل إلى مرحلة هاي عقليته، هذا تراكمت عنده خلال هذه السنين، وصل هاي العقلية عنده مو؟ وهو على شفا حفرة وينتهي دوره بالحياة. أنا المشكلة عندي وين؟ بالشاب. المشكلة مو الشايب حقيقة. ليش؟ لأن أول مرة إذا اعتبرت المشكلة هو الرجل الكبير أصبحت كاهلاً مثله، بمعنى جعلته يتغلب علي، مع العلم هو كاهل كبير. الأساس وين؟ إيش قد تمتلك أنت من استعداد؟ هذا أني مقومات الشخصية الإيجابية. إذا عندك أقول لك تخترق أي جدار، ذني مقومات أساسية لازم تكون عندك. أولا، هل تؤمن بقضيتك أم لا؟ هذا عنصر أساسي. إذا ما تؤمن بقضيتك لا تفوت بأي طريق، أقعد واسكت أحسن لك. اعذروني مرات مفردات يعني شعبية دا أطلقها، مو فصحى بس هالشكلية. إذا ما عندك إيمان بقضيتك لا، وعنده شواهد كثيرة. الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وإن كان مسدد من الله لكن عنده إيمان بقضيته، ولولا إيمان بقضيته ما وصل وما عانى هذا العناء. فإحنا عندنا هيك مرحلة. عندك الرجال المصلحين، كم رجل مصلح، كم رجل دين مصلح. عندك غاندي إيش قد عانى ما عانى، لكن عنده أساس الإيمان بقضيته. اثنين، عندك استعداد على المصاعب؟ لو ما عندك مو أول كفخة خاف تقول بطلت، مو راح تسمع حكي، راح يقولون متحرر، راح يقولون فلاتي، راح يقولون كذا، هاي شنو الأفكار كذا. عندك استعداد لكل هذا؟ أحدهم طعن بشرفه، انطعن بشرفه لأن أصر على أفكاره. فهذه هل قادر عليه؟ هذا عنصر ثاني بالشخصية القوية. الجانب الثالث والمهم، قوة التأثير. تمتلكها لو ما تمتلكها كلها اتركها. عندك كاريزما خاصة بالتأثير بالآخر أم لا؟ والكاريزما ترى مو بس الشكل، لا، هذا اللسان. شلون تأثر بالآخر؟ شلون أخليهم يحبوني؟ شلون أخليهم يقتنعون بكلامي؟ بأي طريقة؟ أكو واحد يجي يقول لك يا بهالشكل شو تقول؟ لا ما وافقك الرأي، وانتهى الموضوع. أكو واحد يجيك بطريقة ثانية يبوقك بلسانه، يأكلك بلسانه، ما تحس إلا إيه والله وافقت لك. هذا شو يمتلك من خاصية؟ أكل أو ماكو؟ فإذا أكو واحد عنده قدرة على أن يأثر فيك، يغير أفكارك. هذا إيش عنده؟ عنده كاريزما، فد مواصفات خاصة، سواء بلسانه، باختيار المفردات، بقوة تأثيره، بلغة الجسد يستخدمه، أثر بك. آها. هذني جوانب أساسية أخي العزيز، هاي لازم تكون موجودة عندي شخص حتى يأثر. وبالمناسبة مثلا أعطيك إياها، إذا كنت كالصخرة بس فالصورة ذهنية وياي، فالتيار مي، تيار مي كلش قوي، شايف يوم مرات يطلعوا بالصور أكو صخرة بالنص، بنص المي، شو تسوي بالتيار المي؟ أشقه نصه، هو تيار إيش قديش كبره وبسرعة يمشي، لكن هي سوت للتيار قصته منها قصته منها وظلت هي ثابتة. فإذا كنت حبيبي كالصخرة راح تشق، أما إذا كنت كالحصوة راح تنجرف وياها. أنت خير نفسك وين تريد. الأب لا يستطيع، الأب جاهل لا يغير. نعم أنا تحدثت صراحة قلت للأسرة إلها دور، لكن لم أخفل أو قد لم أشر في المحاضرة إلى بعض المؤثرات الأخرى اللي ممكن أن يكون إلها دور آخر.
المدرسة لها دور، الرفقة لها دور، الإعلام نفسيته لها دور كبير في جوانب إيجابية، القدوة له دور، مو بالضرورة أب، قد يكون أخ أو أخت أو صديق ممكن يأثر، وأحيانا شخصية خيالية. أي بعض وهذه يعني كحالات كيس استدي حصلت عندنا، طالب أو شاب أو شابة يخلق له شخصية خيالية ويظل يبحث عنها، شلون بمفهوم فارس الأحلام عند البعض، فيخلي له شخصية خيالية ويقتدي به، يا بأني أريد فد إنسان يتفهمني يعرفني تماماً، أريد هالشكل وأريد هالشكل. هذه حقيقة هي من تجي للواقع للبيئة اللي فيها ما موجود هاي الشخصية، لكن هو اختلقها إليه وبدأ يبحث عنها. هذا بجانب الوهم. كيف نستطيع تحقيق الأمن الفكري؟ أعتقد أنا أشرت له بأن شلون نحقق الأمن الفكري. أولاً عملية التحصين كيف تحصل؟ من خلال الأسرة، من خلال طرح المفاهيم الاعتدالية بالمناهج. وخلنا نكون صريح معاكم وواضح إلى أبعد حد، إحنا بيناتنا كشباب، البعض فيكم هسه يقول الدكتور إيش دا يحكي؟ أحدهم سمعني برا قال وين دكتور دا يحكي والمجتمع وين؟ شوف لاحظ العبارة، هذا بحد ذاته ماذا يعد؟ أقصى للرأي الآخر أم لا؟ إذن هو أقصى رأي، تجاوزه، هذا مخالف لمن؟ للأمن الفكري، بأن أنا أطرح أفكاري وأشعر عند طرح الأفكاري يعني بحالة أمان واطمئنان، ماكو اضطهاد إلي. إحنا وصلنا لهالمرحلة؟ تطرح أفكارك براحتك أستاذ أحمد؟ ها؟ إذن يحتاج إلى ثقافة، مجتمع لازم يثقف. وفق رؤياي وأنا أعول تحديداً على الشباب صراحة، وأكو بوادر إليه، أكو بوادر كثيرة، بأن ثقافة المجتمع مجتمعنا وتحديداً الشباب لا عدا هذا البعد، يعني بدأ ينفتح على الآخر، بدأ يستمع على الآخر، هذا عنصر من عناصر المهمة في عملية تحقيق الأمن. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا توجيه الشكر الجزيل يا أستاذ المساعد الدكتور أحمد عبد الحسين الزيرجاوي وإلى الحضور، وشكرا لجميع المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.